مجموعه سوري مال في الاصل كانت سوري مال فقط شركه واحده بدات في الدار البيضاء في 1984 الان هي 34 سنه والنجاح ديالها ماشي النجاح ديال نور الدين النجاح ديال جميع العمال ديالها وحتى الزبناء ديالها كاين اكثر من 100 واحد خدام فيها الان في 15 اجونس تكون في المغرب كله الهدف ديالها هو رقي ديال القطاع الصين البحري وفي هذا النطاق طلبت بزاف ناس عاود رجعنا عندنا شورتي جديد بعد ما كان عندنا الكناف من قبل رجع عندنا شورتي جديد وسميناه اتيريوم سوري مار تتعرفوها بكودر تتعرفوها بسيلور تتعرفوها بسيمراد ب سميتو الكوميونيكاسيون بار ساتيليت حنا اوبيراتور هادي 18 عام هناك مارك كونسيت مقابله لا سيكوريتي وعندها فرع في الدار البيضاء هنايا هما دو ستاسيون اللي عندهم لاغريمون ديالهم ديال لي غادو من اصل ثلاثه في المغرب الفيبس في عمره 8 سنوات تقريبا ديال الاستغلال فالحمد لله المشروع نجح البواخر الثمن ديالها طلع بزاف المفروض الاوروبية في لا فيليسي مدام درويش بان هذاك المنظومه اللي عندكم هي احسن ما اللي كاين اكسيرمون في المغرب هذا البروجي خلته على عاتقي سيدنا النهار الاول قال لي راه بعول عليك الله عاونك وهاد الكلمة بقات في ودي حتى عمري ما ابوندوني ودائما انا فيه ودائما خصو ما تبقى رقم واحد وهذا هو اهم حاجة عندي